حكاية اسموت إنهم قادمون أو بالأمازيغية أشتاقا وسند لفرقة أريف بالحسيمة التي حصلت على الدعم المسرحي لهذا الموسم. المسرحية تدور أحداثها داخل مقر للاعتقال الاحتياطي ومليئة بالمواقف الدرامية القوية. روبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. بالعيد وفريدة الشخصيتان الرئيستان في العرض المسرحي أصمت إنهم قادمون لم يصمت وأطلق صرخة الألم من واقع المجتمع. بالعيد يفقد عقله ويختار عالم الجنون للهروب من واقع مر جعله مسجونا بتهمة قتل الأصول. يتحول ما أمكن أذيري مسالم. كان بالعيد يحاول أن يكون مسالما ويحب الخير لسكان قريته، لكن المشاكل المجتمعية التي يعيشها وكذلك المعيقات والمكبوتات تجعله يعاني من عقد نفسية فيصاب في نهاية المطاف بالجنون. المكبوتات هذه خير يتعقدث يتجعل بالعيد أنه أذيب بهلي. بين العقل والجنون خيط رفيع، وفي انقطاعه نهاية لملكة التمييز بين المتناقضات كالخير والشر. هي أحداث درامية في عرض راق الجمهور. جمهور اللي جا يعني وخصص الواحد الوقت باش يجي يتفرج مسرحية، ما مشاش يعني يتفرج شي كرة شي مونديال ولا شي حاجة أخرى. والحمد لله الشباب ديال الحسيمة يعني عندهم شوية إبداع في المسرح. تجربة زوينة مع خالد جنابي، واحد التجربة مزيانة يعني عشنا معه واحد التجربة زوينة يعني استفدنا منه بزاف. معنا يعني عندي مسرحيات أخرين ويعني كل تجربة كتبدل على الأخرى. مسرحية أصمت إنهم قادمون لفرقة أريف للمسرحية من بين العروض التي نالت دعم وزارة الثقافة لهذا الموسم، حيث أنهت جولتها المسرحية بهذا العرض الختامي الذي احتضنته دار الثقافة.